في كتير women and non-binary rappers بالمنطقة ما حدا بيعرف فيهم أو منهم getting recognition as much as هن لازم يكونوا معروفين أو عالم عم تسمعهم أو بيروت. الفوكس الأساسي تبع هيدا الريزيدنسي هو إنه يخلقوا موسيقى جديدة مع بعض وهوبفلي إنه هالشي يصير مثل دومينو أفكت لبعدين إنه بس يفلوا من هون يضلوا عم يشتغلوا مع بعض بس كمان يطبقوا هالشي ببلادهم ويشتغلوا مع فيميل أرتست أكثر وأكثر. I think that women coming together to do something is power, and doing this together it makes our voices heard, which is something that we don't have much, especially in the Arab world. People talking about the money. Oh my God, GGG. Rap كمان. It's a very male-dominated music industry, music scene, music genre. فكيف فينا كمان to bridge that gap? واخا انا ماشي قدك وانت ماشي قدي وغتبوس لي يدي ما كتحسش براسك انك يو فورس تو دو سامثينغ داكشي كيدوز فيري سموث حتى كتلقى راسك هابين اون ا بي حتى كتلقى راسك اوريدي بديتي كتهضر على كولابوريشن يعني داكشي ماشي ميكانيك اون فورس ريان كل حدا بهاي الاقامه انا ام ا بيج فان اوف يعني لما شفت اللاين اب ما صدقت انه انا رح اشتغل مع هدول العالم يوجوالي بالميوزك اندستري تبعنا بالمنطقه بدك تتعلم من حدا بدك تتعلم من اميل وكثير من البنات خبرونا عن اكسبيرينسز ما كانت هالقد لذيذه بانه يشتغلوا مع حدا ما بيفهمون بكثير تجارب هن بيقطعوا فيها يمكن رجال ما بيقطعوا فيها بذات الوقت فمشان هيك كان بدنا انه هيدا المحل يكون سيف سبيس هالريزيدنسي تكون فوكست على نخلق connections بين عالم قاطعين تقريبا بقصص very similar عندهم تجارب متشابهه لبعض تبع مطرح محتوى الموسيقى في علينا شروط اكثر انه شو بنحكي وشو ممكن نقول والاشياء اللي بتطلع من تمنا مفتح عليها العين اكثر بتعرف انه بالعالم كله في there's 3% female producers فthe struggle is real فبتمنى انه if you want to make music just make music بعتقد انه في تحديات اكثر ما في فرص بس بضل في فرص اكيد كلها التبادلات هي خبرات عم نتبادلها ومش بس من هالناحيه حتى احنا بس عم نحكي مع بعض وعم نتبادل التجارب تبعونا بكل مطرح وبكل بلد عم نستوعب كمان كيف الميوزك سين تتعامل معنا بكل المطارح وكيف ممكن تتعامل معنا بهالمطرح وبهالمطرح I think the biggest challenge for us as women is the listeners we always have to cope up with the standards that they're putting for us بس انا بالنسبه لي يعني I don't care about what people think of what I do I feel like ان انا بعمل مزيكا اللي انا بحب اسمعها تخرجت يعني من راب ام بيوند كميوزك برودوسر راب ميوزك برودوسر وهي ورائي كلها على الطاوله جاي جاهزه للمطاوله عندي اسهم بالمقاوله بجيبها من اول محاوله وبعيدها بغير طريقه قلت نفس الشيء من دقيقه مش فارقه وين لقيتها رح زتها على الموسيقى